من خلال ما لاحظنا وتابعنا من خلال التجوال اليومي في المدينة، القيام بالعديد من المرشحين وبالأخص القائمين على حملاتهم الانتخابية بوضع الصور والإعلانات الدعائية بشكل عشوائي وفضوي. القلة القليلة جدا من راجع البلدية وكان إلى يعني مراجعة ومتابعة معانا، وطلب من عندنا أنه تكون أعماله بالتنسيق مع كوادر البلدية، لكن الغالبية العظمى للأسف الشديد يقوم بوضع اللافتات والقطع الإعلانية بشكل عشوائي لا يرتقي ومستوى المدينة. نطالب والناشد من خلال قناتكم الكريمة جميع أخواننا المرشحين وبالأخص القائمين على حملاتهم الانتخابية عدم تخريب الأرصفة والحضور إلى البلدية وتقديم تعهدات خطية بتصليح كافة الأضرار التي تنتج من خلال عملهم، لأن هذا العمل سيسبب أضرار بالغة في الأرصفة وبالأخص الأرصفة المصبوبة أو المطبقة بمادة الأنترلوك. ونطالبهم وندعو إلى مراجعتنا والتنسيق معنا لغرض القيام بعملهم بشكل حضاري يليق باسمهم وبمستوى التمثيل الذي سيمثلونه مستقبلا.